ربما تموت كمان وتدفن، ربنا يديك العمر، في حتة ما حدش يعرف لك طريق زي عبد الله نديم، وربما وربنا يديك الصحة ويسلمك، أنا مش أنا ما أعرفكش، لكن ربما تقتل زي ما تقتل زي ما تقتل عبد الحي كيرة هنا تحت أسوار القسطنطينية. ربما ده يقول له يحصل، بس هيطلعوا عينك، انت بدأت هتلاقي أقرب شخص ليك، وربما مراتك نفسها لو انت متجوز يعني، ربما انا بقول ربما، انا ما اعرفش انت متجوز ولا لا، وما اعرفش ومليش علاقه باسرتك، ربما مراتك نفسها تطلع تقول عليك كلام انك انت كنت كذا وكذا 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 وكذا، ربما. لكن يا محمد الطريق طويل وصعب قوي، وصعب جدا وطويل جدا وشاق جدا، لكن انت يا ابني عملت اللي عليك وقلت اللي عندك. اهم بيقولوا لي ان طلعوا ابوك على صدى البلد تقريبا، اهو اتقدى اهو ابوك اهو. بص لسه بقول ده، انا لسه بقول ده، انا لسه ما طلعتش اهو، اتفرج اهو، اتفضل العب كده بقى، مش منتظر منك دي اهو. على فكره علي صوت ابوه بقى كده، حصل صدفته حلقه كامله، حصل وشكر لي في سيادتك جامد جدا. وهو كان هنا بقى كويس، يعني كان هنا ما فيش اي يعني، هو ده محمد، ايه دي شخصيه محمد، لسه بقول يعني كل اللي بيكلم. الفيلم اتكلف 27 مليون وما جابش جنيه، ما جابش بس على طول يعني. ده ابو يعني محمد عالي، لسه بقول لك يا محمد هيطلعوا والله العظيم على الهوا دلوقتي. يا بابا انا عايز اعمل اهو الاسترابة اللي تحت مكتوب عليها الكابتن علي عبد الخالق والد الهارب محمد علي، اتقدم بخالص الاعتذار للسيسي على ما بدر من نجلي محمد علي من تصرفات غير مقبوله. يعني قلبا وقالبا ده انا لسه بقول، اعدل يا ابني، ده انا لسه بقول الكلمه، ده لسه بقول لك هيطلعوا اهلك عشان يطلعوا يتبروا منك. على طول احمد موسى راح مطلع ابوه، والله لسه بقول، اصل هو السيناريو. انا بص انا مش منجم يا محمد، انا لا عراف ولا بلوره فبتاع ولا الحاجات دي، بس هي القصه حصلت يعني. طلعوا بقى اخوك اختك ابوك طلع هو يقول انك انت كذا ويشتم فيك ويعتذر للسيسي، عملوها قبل كده. هيطلعوا بقى بعد شويه ابوك بقى مش هينفع بقى، والناس دي واخواتك يطلعوا بقى واحده تتبلى عليك تقول لك ده كان معايا وانا كنت حامل منه وقال لي مش اعترف بابنك، يعني بقى الحاجات دي بقى جايه بقى. وبعدين يطلعوا عليك انك انت كنت سكري وبتقعد في البارات، وبتقعد في البارات يجيبوك من البارات بتتطوح، لسه كل ده يحصل. ومن امبارح والنهارده تلقى اصحابك بقى تخلوا عنك كلهم، وهتلاقي اقرب الاصدقاء ليك بيقفل او بيتكلم عنك وحش او مش فاهم انت عملت ليه كده.